في عاصمة الميادين. نتواصل في هذه الانطلاقة، نسير مع شوطنا التاسع والخاص ايضا بالابكار الحجايج. صعوب ضمن اشواطنا المفتوحة، نسير مباشرة تسعيرة هجن الرياسة الاولى المرافقة لهذا المهرجان الكبير والذي ينطلق كل عام هنا في عاصمة الميادين. نسير مباشرة ونتعرف على هذه الأسماء المميزة، الأسماء الجميلة، ولكن نذكر بأن قرار لمحمد بن سيف بن عتيج بن عمير العميمي هي صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل بأربع دقائق 22 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. هذه مرلين فايل بن حمد بن علي العويسي يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني اللافية راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس لوهيبي القادم من بدية. المركز الثالث وصلت فيه الضبي سعيد بن أحمد بن سالم لوهيبي خذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع القدوم في رابع المراكز الواصل اختيار عامر بن سعيد بن سالم بن راشد العمري خذ المركز الرابع. المركز الخامس هادي أريام علي بن بطي بن عبيد الغفلي خذ المركز الخامس. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، بينما الدخول هناك والوصول من فرق محمد بن سعيد بن هويمل، وصل بن هويمل يتقدم من خلال هذا الاسم، وهناك الوصول الآخر، هناك وصلت بحور احمد بن خليفه بن زاهره الخيالي، وصل الخيالي تقدم ايضا عذاب محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي، وصل يقدم عذاب بنوعيته الجميله بادائها المتميز، بينما الدخول الاخر هناك روعه مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري. هكذا النداء، نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى شعار بن هويمل. بن هويمل بدا يغير الصداره الى المركز الاول مع فرق ايضا محمد بن سعيد بن هويمل العامري، مع فرق على الصدارة، مع فرق على المركز الاول. وصلت ايضا اللافية راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي على المركز الثاني، بينما عذاب محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي مع المركز الثالث ايضا يقدم لنا عذاب بشكلها الانيق بادائها المتميز. المركز الرابع هذه القادمة في رابع المراكز روعة مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري. خامس المراكز، خامس المراكز هذه اختيار عامر بن سعيد بن سالم بن راشد العمري. الموقع الكيلو متر الاخير، الكيلو متر المثير. فرق يا بن هويم الفرق، فرق يا بن هويم الفرق على المركز الاول على الصدارة الاولى محمد بن سعيد بن هويمل العامري، ولكن عذاب محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي يتقدم مع عذاب يقدم لنا هذا الاسم. وصل راشد بن عبيد يقدم لنا اللافية، وصلت اللافية راشد بن عبيد بن عبد الله يتقدم، ولكن روعة القادمة المبارك بن حمود بن سالمين المنصوري يقدم لنا روعة، يتقدم من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا الأداء المتميز في منافسة قوية، في أداء متميز وجميل. هنا مشاهدين الأعزاء قدم لنا الزاهية، وقدم لنا أيضا في أشواط الصعوب غير في موسمين، يشارك أيضا بن سالمين مع غير والزاهية ويقدم روعة، ولكن راشد بن عبيد أيضا يتقدم الوهيبي اللافية، اللافية وروعة، روعة، روعة مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري. يا سلامي عليك، يا سلامي عليك يا بن سالمين، يا بن سالمين من قدم لنا العام الماضي، ايضا العام اللي قبل الماضي قدم غير، والعام الماضي قدم لنا زاهية واستطاع ان ينجح. سلام الى غياثي سلام، سلام الى غياثي سلام، قدم روعة اليوم. تهانينا لمبارك محمود بن سالمين المنصوري. المركز الثاني وصلت اللافية راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. المركز الثالث عذاب لمحمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي. المركز الرابع فرق لمحمد بن هويمل العامري، فرق محمد بن سعيد بن هويمل العامري. المركز الخامس وصول ودخول هناك من الشاهنية سالم بن ثعلوب سالم الدرعي. تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا لمالك ايضا روعة بادائها الرائعة لمبارك بن حمود بن سالمين.
المنصوري تهانينا وسلاماتنا لاهالي غياثي، سلاماتنا لاهالي غياثي يا راعي رعد. اذا توقيتنا الزمني لحظات الوصول 4:27 وتسعة اجزاءين من الثانية للموسم الثالث في مهرجان البيت متوحد ومشاركات بن سالمين متواجد المنصوري. شكرا. المركز الثاني 4:29 ستة اجزاءين من الثانية اللافية راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصلت ب 4:30 جزءا واحدا من الثانية هي عذاب محمد بن سالم بثعلوب الاكتبي تهانينا والناموس. المركز الرابع 4:32 خمسة اجزاء من الثانية هي فرق محمد بن سعيد بن هويمل العامري تهانينا للعامري على هذا الفوز. بينما المركز الخامس ايضا 4:32 وتسعة اجزاء من الثانية تهانينا لسالم بثعلوب بن سالم الدرعي تهانينا على فوز الشاهينية بالمركز الخامس. هكذا كانت النتيجة ولكن روعة مع مبارك بن حمود بن سالمين ايضا المنصوري الذي ابدع مع روعة.